الغرام اللي عشناه دقوا قلبي وبلاه داكشي اللي شفناه دبح قلبي وكفاه الله يا ربي الله كندي تنسى اللي درنا وما درناه كل شي خلصناه طارات ما خليت كوميساريات ما كاينش شي حد صيفط لي واحد البرف لا بوست بقيت فيها تصاور نبيل مع بنات اخرين طلقنا نبيل ما عندكم عليه حتى شي خبر ياك ماشي ديالو الصراحه هادشي هذا ليا انت باينه غنكونوا صحاب انا وياك بزاف دازت واحد السيده البارح مع 10 الصباح يمكن انت يا لالا ماشي انا لالا واش بغات تحمقيني اش كديروا بغينا نديروا شويه الخير ديروا الخير في داري انا راجلي خرج وما رجعش واحد السيده عيطات لي البارح بالليل وقالت ليها راجلك ما عمره ما غيرجع باينه مدام شي وحده كيعرفها راجلك وبغاتك تخيري راجلي انسان محترم نتوما لا تفهمينيش ابدا عمراني روبير دابا بابا ما بقاوش كيولكيو لا سواغي دازت فالصو بسبابي فتيحه داكشي اللي دار معاك نبيل عادي والسيد كطلبي منه طلاق كيفاش بغيتي يتصرف شناهو غادي تطلقوا ياك ما غير باغي نديرو البوز لا كلينيك فضحيني انت كيتنسي ما تفضحينيش الدار البيضاء كلها خاصها تعرف صافي واش انا موالفه كنقول شي حاجه لا والو ما كتقولي والو حتى تشكل عمر الشاوي باش يتبرع به الجمعيه قدام الناس خدا الشيك ويطفي عليا التليفون انت اللي كتلوحي فلوسك وتعطيو من منواله شتي ديك الفلوس اللي كتضيعي كان يمكن أن نعتقو بهم ديك البنيته وديك الولية دير بهم لوبيراسيون الله يهديك أسي الله يهديك عفا كنت واحد تخوا جو دونج المهم كالعادة كالعادة هانتي ماشي تشوفي لك شي ولد الناس بحال هذا درويش وتجلسي الأرض شناهو على أنتي واخدة السرباي باش ناخدو أنا على هي بقات السرباي ولا أنجينيروسيان السعادة راه ما كتشريهاش بالفلوس على أساس أن الزلط هو اللي كيتقطر بالعسل ديال السعادة مهم كاين شي اخبار على زين هضر معاها شي حد شحال هو غايب دابا 3 ايام ولا 4 ايام يمكن شي 4 ايام واقيلا دابا ادم بلاتي ملي كتضيع منا شي حاجه كنربحو بلاصتها حاجه اخرى الا غوبير مشى ربي بغاه بغيتو يرجع ماما ولدي خاصك تفهم هادشي اللي الله قلت لك ربي خداها باش يعطيك شي حاجه احسن بزاف علاش ما عرفتش شي مرات كنكونو باغيين شي حاجه ولكن هاد الحاجه الا كانت عندنا غادي دير لنا غير المشاكل فهمت دابا بحال انت باغا تسافر في اخر لحظه ما مشيتيش وكون مشيتي كانت غتوقع لك اكسيدون فوالا انت فاهم يلا سير سير يلا باي 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 صباح الخير صباح النور عطاك واحد لا سينياتور هاد لو دوكيمون كيتسندك فوزيان
لي باسيون ديال اليوم كلهم دوزيهم اللي عندي البيرو. نبيل راسو ضرو ما يقدر يستقبل حتى واحد اليوم. واخا علاش مدام؟ واش دكتور نبيل ما غاديش مره اليوم؟ فوزيه دير اللي كنقول لك، ما تكثريش الاسئله بزاف. واخا مدام. مدام بلاتي لو كوري ديالك عافاك. اسمحي لي مدام، راه كاين حتى لو كوري ديال الدكتور نبيل. قلت لك ما غاديش يجي اليوم. صوفيا اجي هنا، اجي. بعيده بعيده بزاف. انا فلاش ديالي وكنجري احسن منك. ويلي يا مدام غيتا، ياك شحال هادي بينك وبين الجرا؟ بغيتي نوريك؟ انا نوريك دابا. لا صافي نخليك حتى المره اخرى بلا ما نحرجك. لا لا غتشوفي دابا. كامل عافاك، شد الكرون وعافاك. داكور يلا يلا او ديبار. Allez, à vos marques. Prêt? Hop! ديريني غير سيمانه ناكلك. صدمتيني يا صوفيا. كيفاش درتي جبتي هاد الغوكور هذا؟ عندك بروبليم في لو ديبار وفي لا سانكرونيزاسيون دي برا. صافي مدام غيتا بلا ما تهبطي ليا المورال، سي نورمال، سي جوست لو ديبي دو سيزون. عادي نكون ناقصه شويه. ناقصه بزاف ماشي غير شويه. الا بغيتي تكوني شامبيون خص تكوني كتسمعي. اوكي مريم. فهمتي؟ خص تكوني كتسمعي مزيان. انا ما يمكنليش نعطيك لو سوفل. انا نقدر نتقاسم التجربه ديالي معاك انت وكامل فقط. اوكي ميرسي بوكو. واو مدام فريمون واو. باقي فيك ما تجري، تقدري كاع تجيبي لي ميداي. بغيت نفهم انا علاش اعتزلتي. سبور زوين بزاف، وكان يمكن لي نزيد واحد 3 سنين 4 سنين، ولكن راك عارف كامراه او ام كاين شي حوايج مهم. نسولك عافاك، شنو هما الحوايج اللي غيكونوا اهم من الحلم ديالك؟ راجلي وبنتي هما المهمين. يلا كامل تبارك الله عليك، ادوما غاف. ادوما مدام. صباح الخير فوزيه. صباح الخير سي نبيل. الله يرضي عليك. لي باسيون اللي غيجيو اليوم كلهم دوزيهم ليا. لحقاش الدكتوره فاتحه مريضه ضر راسها وما غاتتقبل شي واحد. ولكن الدكتور انا لا فوزيه ديري داكشي اللي قلت لك. كاين شي كوري؟ لا ممكن ما جا والو اليوم. وفاتحه؟ حتى الدكتوره فاتحه ما جا لها والو. المهم كاع لي باسيون فهمتي. حيدي من قدامي انتيا. فين زينب؟ ولاني قليلة الحياة مع راساتك، ما كتحشميش. سد عليا التليفون، ما يمكنش ما يمكنش المهدي يجي ويطج هكذا بوحدو، امبوسيبل. ضروري كاين شي سبب، وهذا السبب انت اللي عارفه. واخا شنو اللي مخليك متاكده بانه طج؟ تقدر تكون وقعت لي شي حاجه. الله ينجيه، قيس الخير والربح. ما تقوليش هاد الهضره على ولدي. يا قلتي قلبت عليه في السبيطارات والكوميساريات وما لقيتيش. المهدي انسان معروف، كون طرات له شي حاجه كون سقنا الخبر. حتى انا هادشي اللي باغا، الا كان هادشي بصح. ولكن الا كان غير مشى جلس في شي بلاصه وما بقاش باغي يهضر مع حتى شي واحد. لا، المهدي انسان عنده عائله، عنده انا مراته وعنده ولده، خصو يفكر فينا.
هادي ما عمرو ما كان مرتاح معك. هادي جديدة عليا، باش عرفتيه مرتاح ولا ما مرتاحش؟ شكي عليك؟ ماشي ضروري يشكي ولا ما يشكيش، انا ام كنشوف كلشي بعيني. الله يهديك على زويدة، الله يهديك، حيدي هادشي من راسك. انا ومهدي حتى الدباز عمرنا ما دبسنا، حنا كنبغيو بعضياتنا. المهم فين اخر قلبتي عليه؟ ما خليت حتى بلاصه حتى لي ما قلبت فيهم. يا ربي السلامه، يا ربي السلامه. كتحلمي تناي منه ياك باش ديري ما بغيتي فلوسه؟ لالا زبيده راك زدتي فيه، مهدي ما كان عنده حتى شي حاجه قبل ما يتزوج بيا. فلوس بابا باش دار لو سيت ديال سر تي في، وفلوس بابا باش كنا عايشين قبل ما نتزوجوا. ما عمرني بغيت نقول لك هاد الهضره، ولكن راكي عيقتي عليا بزاف. لالا زبيده، السلام عليكم. عليكم السلام. الله يخليك، جي رونديفو مع الدكتوره فتيحه. كاين شي مشكل؟ غير سمح لينا، اليوم الدكتوره ما غاديش تجي. كيفاش ما غاديش تجي وهي اللي عطاتني رونديفو بيدها؟ اكزاكتومون، ولكن جاتها شي حاجه اغزو. ماشي معقول، كنتي على الاقل تعيطي لي تتصلي بي في التليفون تقولها لي. عندك الحق، سمحي لينا. حشومة هادشي اللي كديرو، هادي راه ما بقاتش كلينيك، هذا راه ماشي تعامل. سمحي لينا لالا. كاين شي مشكل؟ لا مشكل صغير ديال لي رونديفو. ايوا كتوقع. الله يخليك، عندي رونديفو مع دكتور نبيل رحيمي. مادموزيل، قلت لك عندي رونديفو مع دكتور نبيل. سمحي لينا لالا، دكتورة والدكتور جام كوفيد. كوفيد؟ وجام قاصح شوية. أبو؟ وي. يا ربي السلامة. سمح لي راه دقيت قبل ما ندخل. شنو هاد المرة جاي تقول لي راجلك رجع وبغى نديك العريب ديال الكلب خرج وما رجعش؟ سمح لي لا ديرونجيتك وانت كتحسب فليساتك. كيبان لي غنتفاهموا انا وياك مزيان، حيت في هاد العالم كاينين جوج الانواع ديال الناس. الناس اللي كيحسبوا حياتهم كامله غيبقاو كيحسبوا، الناس ما عندهمش هذا المشكل كاع. شوف عافاك، شوف انا ما كنجيش هنا باش نشوف واش نتفاهم معاك ولا ما نتفاهمش معاك، ولا باش نناقشوا الفوارق الاجتماعيه اللي كاينه في الدنيا. انا كنجي هنا باش نقول لكم تقلبوا لي على راجلي وتلقاوه، ولا ما كنتيش باغي دير هادشي قولها لي، امشي عند السوبيريور ديالك. تفضلي مدام، تفضلي. الباب الاول على اليمين ديالك، فين دابا خمس سنين راجلك حط شكايه. تفضلي. ولا عرفتي شنو؟ عاد على صحاباتك كيعاونوك، ولا نعاونك انا نيت، انا نعاونك شنو تكتبي فيها؟ انا الموقع اسفله اطالب بمعاقبه المدعو جمال المرادي، وذلك لتعامله معي بدون مهنيه وبدون اخلاق. وقال لي بالضبط انه كاينين جوج الانواع ديال الناس، الناس اللي في حالهم والناس اللي ما في حالهمش، وبقى كيهضر معايا وعينيه عامره بالغيره وبالحسد. ولا عرفتي غديري؟ خدي الشكايه القديمه نيت وحطي داكشي اللي فيها بالحرف. تفضلي مدام، تفضلي. عندك لالا؟ شي واحد قتل روبير. شكون هذا؟ شي كاولاد روبير؟ روبير القط ديال ولدي ادم. القط سميتو روبير؟ تشرفين. انا غلطت، كيسحب لي جيت ديكلاري على الكلب.
فوزيه. فوزيه فين هما لي باسيون ديالي وديالي؟ جاهم كوفيد. كوفيد كوفيد وجاهم قاصح شويه. كنا خارجين في الصباح ولقينا روبير مقتول ومدير فواحد الكرتونه محطوط تحت الباب. شوفي يا مدام العمراني، قضيه ديال الموت ديال روبير ما عندها حتى علاقه براجلك، عندها علاقه بالجيران. وراجلك راه كبير بلا ما تسخن عليه حتى للدرجه، راه ما يوقع ليه والو. سير ارتاحي لك شويه وقعد حويجك. شو كديرين يومين ما بدلتيهمش؟ يلا 4 ايام، 4 ما وقع والو. يلا 4 ايام، شنو هادشي كيعني؟ ما باغيش تقلبوا عليه؟ ما قلتش لك ما غاديش نقلبوا عليه، انا كنعاونك انت باش ترتاحي وتكالمي شويه. اما الخدمه ديالنا راه غنديروها على اكمل وجه. لا باينين كديروا خدمتكم مزيان، تتصورتوا ما طلبتوهاش. عمرتي محضره مدام، بحث لي فائده العائله. في كاع داكشي اللي غنحتاجو، والمدير العمراني مشهور، تصوروا مغرقين الانترنت. انا اللي عندي لك سؤال، المدير العمراني عنده العديان؟ علاش خصو يكون عنده؟ على حساب داكشي اللي كنعرف انا، بزاف كاع. على مالوش كيدير؟ يمكنش ما تكونش عارفه راجلك اش كيدير. صحفي مشهور كبير وبين قوسين عنده موقع اخباري كبير، داكشي اللي كيكتب ما عاجبش بزاف ديال الناس. انا عارفه راجلي صحفي وعنده موقع، عمرني دخلت ليه في خدمته ما عارفاش لي ديتاي. هذا هو الغلط، التفاصيل مهمين بزاف. عندي لك سؤال واحد اخر، الدار واش انت والمدير العمراني داك النهار؟ راه سولتيني وجاوبتك. نعاود نسولك 20 مرة على نفس الحاجة وتجاوبي عليها مادام هادي خدمتي؟ لا ما ضربناش داك النهار. سميت لا فارماسي اللي خدات من عند السيدة الدوا ديال راجلك؟ فارماسي البرج، بولفار دونفا. معانا بابا هرب كتفلى عليا. لا لا تهرب مع امراه اخرى. هرب وباش عرفتيها؟ ما نقدرش نقول لك، ولكن ديك المره اللي هرب معاها بابا قتلت روبير. الا هربت مع باباك علاش غادي تضيع وقتها وترجع تقتل روبير؟ شنو غتربح؟ ما عرفتش، ولكن يقدر يكون عندها شي سبب اللي خلاها دير هادشي. ادم انت وليتي كتفكر في الحاجات الخايبين، خوي راسك من هادشي. نتوما كلكم كتبقاو تقولوا لي هادشي، واش نتوما كاملين وليتو كتقولوا لي خوي راسك؟ انت ماما واش كيصحاب لكم هادشي اللي كنعيش ساهل؟ ادم انت بحال خويا الصغير وبغيتك تكون مزيان. فوق صغير ولكن انا كبر. لا انا اللي كبر منك. لا انا اللي كبر. لا انا انت شمن عام زيوده؟ انا في 2012. انا 2012. اذا بحال بحال. انت شمن شهر؟ انا في شهر 10. ايوا انا في شهر 9، يعني انا كبر منك. وكبر مني بشهر؟ كبر منك بشهر.
بقيت فاهمه حتى حاجه، بقيت فاهمه حتى حاجه. تلفت الجوستي كتقول لي بلي المهدي ما كانش مرتاح معايا اصلا في الكوميساريه البوليسي، كيقول لي راه مشى مع شي مره اخرى. تلفت ما عرفت ما ندير، ما عرفتش قبل فاش كنا كنهضروا قطعتي المكالمه حيت راجلك رجع على غفله. حسيت بحال كاين شي مشكل، كنتي خايفه. علاش؟ واش ما بغيتيش يعرف باللي كنتي في طبيبه نفسانيه؟ ما عمرني هضرت ليه على هذا الموضوع وصافي. وعلاش؟ ما عرفتش، يمكن حيت خفت لا ما يفهمنيش، يجيب لي الله راني حمقى ولا راني مخبي عليه شي حاجه. كتثقي في راجلك؟ اه كنتيق فيه. كتيقي ولكن ما قدرتيش تصارحي باللي كتشوفي ضبابه نفسانيه. واش في نظرك زينب هذه هي الثقه؟ ما عرفتش يمكن لا. كنظن قبل ما تفكري واش راجلك يخونك او بسببك مشى ما بقاش رجع، خاصك تخمي في المشكل ديال الثقه اللي بيناتكم. داكوغ زينب، فكري فيها مزيان وهضروا الحصه الجايه. يلا باي باي. بسلامة دكتور. شوفي بوس لها يديها. شوفي كوبي كوبي سي تري بيان سي كوبي سيكونس سويفونت سيل فو بلي. غزال تبارك الله. ما عندي ما يسالك. سمح لي بزاف على المره اللي فاتت ما قدرتش نجي، كان عندي بزاف ما يدار والله. عادي، ولكن كان اوموان خاصك تجاوبني في التليفون. المره اللي فاتت كان عندي واحد لاكاسكاد، مورا لي كاسكاد ديالي كنديرهم راسي ما كنجيبش دوبلوغ. انا عارفك انت بطل ولكن عافاك وعدي بقى ترد البال لراسك. ضروري فكرتيني بداك الشيك ديالك، خصني نمشي نجيبه لك دابا نيت نقلب عليه. ما يحساش، ما بيناتناش، خليه عندك حتى الا كان شي سواغي واحد اخر نجي ديك الساعه تبرع به ان شاء الله. شكون هي هادي؟ امل سلامات. ما كتعرفيش امل سلامات؟ نو ما كاينش شي واحد ما كيعرفش امل سلامات. وان فيت دابا ولات كدير التمثيل، اجي نعرفك عليها الا بغيتي. لا ما يحتاجش، اصلا السيناريو ديالي ما فيهش ادوار نسائيه كبيره. الا الا بغات دير لا فيغوراسيون ماشي مشكل ديك الساعه. خلينا من هذا الشيء، الا كنتي مسالي هاد العشيه نتعشاو انا وياك اونصومبل باش نهضروا على لو فيلم. والله ما كرهت نجي، ولكن راه عندي بزاف ما يدار. كندخل بكري يلا كنخدم على البيرسوناج كنقاد التكست ديالي، المهم راك عارفه باينه فيك بروفيسيونيل. حتى انت خصك ديري بحالي، ها تدخلي بكري فيقي بكري، خدمي انت على لو تكست على السيناريو ديالك، خليها الوالد الله يرحمه فيق بكري تحصد بكري. بابا كان فلاح، عرفتي من ديما كنت نحلم نتزوج بشي واحد تكون عنده علاقه مع الارض. تخلينا من هاد الهضره دابا، راه لي العنوان ديال الفيلم راجل حياتي ياك. راجل حياتي كيبان لي عنوان مزيان. بونجور مدام. صباح الخير مدام عمراني. ايش اخبار على مهدي؟ لا ما كاينش، كاين الوليده ديال راجلك راه كاين هنا. هنا؟ اه فين؟ شي ساعة هادي باش دخلت عند السي بلال، تبغي تدخلي عندو؟ آه خليها تتسالي معاه. تفضلي. شي قهوة ولا لا؟
لا شكرا. معك يونس الحلو، كلف اي حاجه عندها علاقه بالاكونومي هنا. انت هنا سيبيلا، نقدر نهضر معك واحد دقيقه؟ مرحبا. تفضلي. اسمحي لي عافاك، بغيت نهضر شويه مع سيبيلا. بيني وبينه، علاش بينك وبينه؟ بغيت نعرف علاش تهضروا المهدي ولدي، وهذا حقي. لا ماشي من حقك، ولا باغا تهضري معاه هنخرج ونخليكم تهضروا على راحتكم. ما غاديش نخرج. مدام، كاين شي اخبار جديده؟ والو. انا كيقول لي قلبي باللي السي المهدي غادي يرجع. حميد، شنو كتعرف على المهدي؟ ما فهمتش اش كتقصدي يا مدام. انت شحال مره كنتي كتسوق بمهدي ملي ما كيقدرش يسوق؟ بغيتك تقول لي تعاود لي الا كتعرف شي حاجه عليه ماشي عاديه، وعارفني انا ما عرفهاش. ما فهمتش يا مدام اش كتقصدي شي حاجه ماشي عاديه. حميد، واش كتدخ عليا؟ عرفتي الا عرفتك عارف شي حاجه ومخبيها عليا. والله مدام ما عارف شي حاجه. واخا نسولك بطريقه اخرى، مهدي كانت عنده علاقة بشي مرة أخرى؟ لا 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 لا، ما نظنش يا مدام. أنا ما بغيتش نعرف شنو كتظن وشنو ما كتظنش يا حميد، أنا بغيت نعرف غير الحقيقة. أما دام أنا عمرني ما شفتو مع شي وحدة. مشيو نجيبو آدم. واخا مدام. شي مشاكل مع مراته، اكيد ضاربو شي حاجه بحال هكا؟ لا سيدي، الصراحه كيدخل ويمشي لدارو عادي بحال ايها الناس. كيجي عنده شي واحد ما عمرك شفتيه ولا واخا؟ شكرا ادم. هبط هاك، دخل الدار. مدام العمراني، نقدر نعرف شنو بغيتو من لافام دمينوش ديالي؟ كنديرو خدمتنا مدام، كنقلبو على ستي العمراني. كتقلبو عليه هنا؟ اي واحد عنده بشي علاقه كنسولو عليه. واخا، وشنو تقدر تقول لكم هي؟ شنو الحاجه اللي عارفها انا ما عارفهاش؟ كلشي ممكن يا مدام، تفاصيل صغيره راه مهمه بزاف. اقل شيء كتضيعوا بزاف د الوقت وانتم كتقلبوا عليه. مابقى عندي ما نقول لادم، قلت ليه با مسافر. لقيتوا شي بيست؟ هاد الساعه عندنا بزاف لي بيست. مهدي العمراني كبير ومسؤول على الحياه، ويقدر يكون مشى لشي بلاصه بغى يبدا صفحه جديده. حياته الخاصة هذيك ما غيتشاور مع حتى واحد، حتى واحد ما يقدر يتدخل فيه. أنا عارف هذا القرار صعيب العائلة تفهمه، ولا يقدر يكون عاوتاني مشى بغى يجلس غير مع راسو ويفكر في حياته واش كلشي هو هذاك. مادام خدمتنا حنا كنديروها. الله يهنيكم. خليت لك الراحة مادام. ادم، شتي
راسك مازال ما فتحتي لي كادو ديالك. حتى يجي بابا وشوفي بابا ما مسافرش. علاش غتكذب عليك ماماك؟ الا قالت لك باباك مسافر راه مسافر. وهذوك البوليس شنو بغاو من عندك؟ ادم هذوك البوليس ما جاوش كيسولوا على باباك، غير انا بغيت نصيب لك كارت وجاو يسولوني فين ساكنه. نزها راجي ديزون ما تضحكيش عليا، البوليس جاو كيسولوا على بابا والبوليس كاع ما كيسولوا على حتى واحد الا دار شي حاجه. ومصيبه مع الدري ادم، علاش دماغك كيمشي بعيد؟ باباك مسافر يعني مسافر. شوفي يا نزها، شفت فواحد الفيلم واحد الاب سمح في وليداته باش يرى مع واحد المراه، وهادشي اللي دار بابا. ادم طلع لبيتك. باقا ما كملتش ما كلتي. طلع لبيتك. اجي هنا. شنو كانوا كيسولوك البوليس؟ والو مدام. كيفاش والو؟ جاو سلموا عليكم شاو؟ لا لا. ايوا شنو جاوبي؟ صراحه مدام غير سولوني واش داب السيتي والسي المهدي النهار فاش خرجوا ما رجعش. دابزنا؟ شنو كيسحب لهم راسهم هادو؟ حنا راه عائله محترمه. والله مدام حتى هادشي اللي قلت لهم. ايوا هذا ما كان. هذا ما كان. طلعي شوفي ادم اش كيدير في بيته. واخا مدام. هاد القصة ديال القتل اللي لقاوه مقتول ومحطوط حتى باب الدار كتخلع. لا اختي ما كتخوف والو، ماشي اكثر من وحده ما معروفش شكون هي كتعيط في نص الليل كتقول لك المهدي ما عمره ما غادي يرجع. ايوا بلا ما نساو التصاور ديال نميل مع البنات اللي صيفطوا لك. دابا بلاتي باش نفهمكم، واش نتوما جايين تبرلوا عليا ولا تزيدوا عليا؟ وصافي سي با غافي كنهضروا دابا وكندردشوا معاك وصافي. غنعاود نقول لكم المهدي انسان كبير ما يمكنش يجي ويغبر، باينه كاينه شي حاجه بحال الا ما هضرناش. صبري واحد دقيقه استناي. شنو قالك البوليس؟ اش غايقولوا؟ قال لك راه كبير يقدر يمشي فين ما بغى، ماشي ضروري يقولها لكل شيء. وقال لك كاع عمر راه غضبان ومسافر فشي بلاصه. بون قال لك كيقلبوا عليه. بس تلاقيت مع عمر الشاوي. دابا دخلنا لك بالله، واش وقت التخربيق ديالك هذا دابا؟ كون مشيتي عند البوليس يقلبوا عليه راه خدمتهم هذيك. الله يرحم باك ما تسكتينا. وشنو قلت عاوتاني ماشي هو هذا؟ كيفاش وشنو قلتي ماشي هو هذا؟ راه ما خلات فين قلبات عليه، ما خلات بوليس، ما خلات سبيطارات. سمحوا لي راه ما كنتش عارفه. وشنو قالوا لك في الخدمه ديالو؟ حتى هما كيقلبوا عليه. البلا سمحوا لي خصني نمشي. حتى انا ياكو حتى جيت انا عاد بغيتو تمشيو. هانتي كتشوفي زينب انا بعدا راه جيت، هما اللي باغيين يزربوني يمشيو. فين بغينا نزربوك الله يهديك؟ راه حنا الصباح وحنا جالسين تطبنا. نوضي زيدي الا بغيتي نوصلك في طريقي. انت اللي تعطلتي. ايوا راه عمر الشاوي. عمر الشاوي زيدي قدامي الا بغيتي نوصلك. زيدي شي اللي ضحك. باي باي. نبيلة سيري. شكرا البنات حيت جيتو. باي باي. البنات تيبان ليا بحال زينب مخبيه شي حاجه ولا عارفه شي حاجه وما باغياش تقولها لينا. نتخاطروا عليها حتى المهدي عنده شي وحده اخرى. زعما زينب تكون عارفه وما بغات تقول لنا والو؟ حتى وحده فينا ما كترضى بهذا الشيء. زينب واخا هاديه وبعقلها راه بنفسها، المهدي اللي ما كانتش واقعه عليه شي حاجه حرام عليه يدير معاها هكذا. زعما في نظركم يقدر يرجع؟ يكون دابا ناعس مع راسه مرتاح في المكسيك ولا هاواي، فين يرجع؟ ولا في شي قنت كاع ما يطيح لنا على البال. فاتحة بغيت نسولك واحد السؤال ولكن خفتك لا تقلقي. لا ايه قولي ما نتقلقش منك، عارفة داك اللسان عندك غير كيبزل. انتي ومهدي كان بيناتكم داكشي ديال الحب ولا غير استدواز الوقت؟ نزلت سهام. فاتحة ما ديش على هضرتها صاحبتي. منيتك يا قلت لك واش ما غاديش تقلقي وقلت لي ما غاديش نتقلق.
تقلقت اسيهان، ما كنتش عارفك باللي فضوليه وكتدخلي في حوايج دازت عليهم سنين. غير تهضري معاها فاش غادي نمشي؟ راه ما عنديش حتى الطخوسينات ديالي نسيتها عند زينب. سيري حتى على يديك، ماشي شغلي فيك باش تعلمي مره اخرى تسكتي. وفلوس الطاكسي تا هما ما عنديش، راه ما كيتخلصوش بلا كارت غيشي. نزله سيهان. صباح بنتي، مازال ما عسي؟ ما دانيش الناس. علاش يا بنتي؟ توحشت بابا، فوقاش غيرجع؟ توحشتيه؟ يمكن واحد دولة تخرجوا ورجع ان شاء الله. بزاف. الا هدرتي معاه قولي ليه بنتك صباح توحشاتك. دابا نقولها له بنتي. يلا سيري تنسي يا بنتي، انا جايه عندك دابا. محلاها تلبس الحايك محربل، دير الحنة في ايديها، شربي لها سقلي فاسي، بنت بلادي زينة 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 والله زينة زينة. محلاها تلبس الحايك محربل، دير الح... تفو اش واقع؟ مالك ياك لاباس؟ تفضو تحرقت. واجا الضل اللي تفض يدك اللي تحرقات؟ شاد القهوة مع الخلعة وتهرق عليا. ما لاباس عليك، ولكن راه مزيان تكون كتخاف وتخلع نبيل. اه؟ مزيان، راه غادي ينفعوك هاد جوج خصلات في حياتك والله. ما فهمتش. ماشي ضروري تفهم كلشي. أنا مثلا ما كنتش عارفة بزاف د الحوايج. بغيت نقول ما كنتش فاهمة بزاف د الحوايج. أنا ما قوليش غادي ندير أنايا فهاد اللي تحرقات ليا. ديرها تحت الروبيني تبرد. نمشي نرجع الضو. عفراش تفهم الضو. وانا شعرفني ما عرفت والله، سمعت بحال كاين شي عصابه كدور كيشفروا الديور بالليل. ويلي يلا لاباس عليك، انا بينا بس عليك. كنتي غترجع تندى باش يامات سوربريز. كنتي غتسكت لي القلب ودابا كتقول لي سوربريز. توحشتك وتوحشت صباح، فين هي؟ بغيت نشوفها. نعسات مسكينه، هاد العشيه سولاتني فوقاش غترجع، ولكن ما غاديش نخليك تشوفها حتى الصباح باش نعلمك هاد لي سوربريز ديالك. واخا وجدي لي شي حاجه بغيت ناكلها فيها الجوع. علي كتعرف الكوزينه فين جات؟ وي مالك؟ والله مادام ما عرفت كيفاش نقولها لك. شناهي هادي اللي ما تعرفيش كيفاش تقولها لي عاوتاني؟
مادام اليوم راه 7 في الشهر. ايوا شنو بغيتي ندير لك؟ السي مهدي راه كان خاصو يكون خلصنا انا وحميد الشيفور النهار فاش خرجوا ما رجعش. عرفتي مادام راه محتاجين الفلوس قضيه ناس في الرير ما تيدورش. لا راه ما فراسيش انا هادشي انزا باش يكون فراسي مهدي اللي كان مكلف بيكم. غدا ان شاء الله نمشي للبنكا ونتيري لكم ونخلصكم. صافي يا مادام. علاش ما قلتيهاش لي انت قبل؟ مادام راه حشمت منك والله سمحي لي. سري مادام الله يكثر خيرك ويخلي لك وليداتك ويخلي لك اللي عزيز عليك. شكرا يا مادام. امين امين. سدي الباب موراك. جليلة جليلة واحد دقيقة عافاك. مالك؟ شكون اللي ضربك هو؟ لا سمحي لي. علاش نسمح لك؟ داكشي اللي دار راجل داكشي اللي قال راجل البوليس ما بغيتوش يقول داكشي. بلاتي علاش شنو قال؟ جليلة جليلة واش نستناك مدام؟ واخا حمد ولكن نقدر نتعدل. واخا مدام العمراني مرحبا. نهار كبير هذا. من نهار اللي فتحتوا عندنا الحساب هنا ما بقيناش ناكل في لابرتو. حيت مهدي اللي كان مكلف ما كنتش كنجي. مزيان صافي بعدا كلشي مزيان كيدير السيد مهدي لاباس عليه. الحمد لله الحمد لله. حتى هو غبر. ولكن بين ويلك انا كنت مسافر هاد الايامات كان عندي سياتيك مشكيت عليك ومشيت كلكو جوغ للمرزوقه ولكن كانوا كيتصلوا بيا الموظفين ديال هنا قالوا لي واحد لوبيراسيون بونكير دازت باسم العمراني. انا قلت لهم تهلاو فيه لانه من احسن الكليه اللي عندنا وقاموا بالواجب. قولي لي كاين شي ما نقضيه؟ مرحبا. عافاك بغيت الغولفي ولا بوزيسيون ديال الكونت ديالنا بغيت نعرف فين واصلين. مدام العمراني تقدر تشوفي هذا الشيء من خلال الابليكاسيون عندك في التليفون. ما عنديش الابليكاسيون كاين في التليفون مهدي. واخا مرحبا ليلى. مدام العمراني الرصيد ديالك 53000 درهم. لا ما فهمتش كيفاش 53000 درهم؟ عاود شوف عفاك ولا كضحك معايا؟ لا مدام ما كنتفلاش. 53000 درهم هذا الاسبوع تسحب مبلغ كبير. شكون؟ سي مهدي العمراني هو اللي عنده كوسيناتور. سحب كاع الرصيد المتوفر وطلب منا باش نبيعو كاع لي زاكسيون ولي تيتخ وسحب مبلغ كبير من الحساب ديال سير تي في. يعني الى حسبنا المبلغ الاجمالي هو 6,457,000 ديال الدرهم.
قلبي وبلاه داكشي اللي شفناه تبح قلبي وكواه الله يا ربي الله كندي تنسى يدرنا وما درنا كل شي خلصنا وما درنا كل شي خلصنا